شوف إذا كان فما بالفعل خطاب خارج السياق اليوم تقال في المؤتمر هو خطاب رئيس الجمهورية. عدد كبير من الأخطاء والزلات تعلقت سواء بمسألة النقاب أو بمسألة سوريا، ولكن أنا العبارة اللي احتجيت عليها يعني ما سمعتش الكلام هذا الكل وخرجت، كنت أول من غادر القاعة لما تحدث رئيس الجمهورية على مسألة التهجم أو كلمة التطاول أو التهجم على رئاسة الجمهورية وعلى المجلس الوطني التأسيسي وعلى الحكومة وعلى هيبة الدولة، وفي خطابه تبطين أن المجتمع المدني والفاعلين السياسيين يرتكبون خطر ويشكلون خطر عندما وقت اللي يتهجموا على الدولة أو وقت اللي يتطاولوا على رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية أو المجلس الوطني التأسيسي. الحديث هذا يذكرني كثيرا باللي قاله المرزوقي لما تحدث على التطاول على قطر، ونحب نقول له أنه الشعب التونسي ماهوش محتاج أنه يتطاول على أي حد، الشعب التونسي طويل وقامته طويلة وما يحتاجش أنه يتطاول. ثم لما نمارسه كمجتمع مدني حقنا في النقد وانتقاد المؤسسات ومؤسسات السلطة خاصة، فإنه هذايا نمارسوا حريات ونمارسوا حقوق جدية وضمنتها الثورة، وما هيش مزية من أي أحد لا من رئيس الجمهورية ولا من غير رئيس الجمهورية.